شايفين شلون؟ كل هيك لوكيشنات، جبل، وادي، جبل. مستحيل. لا، رجع المنيو. راح ارجع المنيو وارجع عيد تكوين الصاروخ من اول وجديد من كل اشي. اختارينا ماب. طبعا الماب هاي اجت شوفتين، شايفين شغل فيها جوار، يعني ما لها احسن من الباقي، بس اتس اوكي، يعني نمشي حالنا فيها صراحة. راح اول شيء طبعا هو دايما بده يضل يعلمك لانه مفعلين النظام التعليمي. هلا هون في عندي كم شغلة فما رح احتاج لها حاليا، فرح ابني هون نزل الصاروخ. طبعا اهم شيء النطاق الازرق لازم يكون مكان فارضي. ليش؟ حتى تقدر تخلي المراكب تفتر في هذا النطاق الازرق، تمام؟ يعني اذا كنت بنيت بنطاق، يعني شوف مثلا حطيته مثلا هون صار النطاق الازرق كله مثلا هون، فصارت هاي المكان يعني حاجز الصاروخ بس ما يقدروا يشتغلوا بقلبه. هاي نقطة جدا مهمة لازم تركزوا عليها جدا، تمام؟ ايوه، هاي نزل مكوك الفضائي. طبعا هون عندك القمر الصناعي، لازم تعطيه اوامر انه كشف لي المناطق هاي. واو 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 واو، وش هذا؟ بسرعه هذا بيستكشفه. تعطيه اوامر الكشف وتستنى. فمثل ما قلت لكم، هلا جوزي في طريقه انه ابني جسر او اعدل الطريق هون، ما بعرف حاليا لسه يعني. المهم، فمثل كانكم شايفين هاي العده نزلت عندي. اول شيء لازم تبنيهم، اول شيء تبلش تبنيهم هاي حتى يبلشوا ينزلوا من الصاروخ الموارد. هلا في عندي شوي بوليمر على الكترونيك على عده ماكينه، بننزلها هاي اول شيء، تمام؟ هلا هاي اول شيء جهزنا. هلا ايش بدنا نجهز؟ بدنا نجهز حتى نعيد اطلاق الصاروخ مره ثانيه والرجوع الى الارض. هي اول مهمه لازم نعملها. طبعا هون عندنا هي لازم نركبها اول شيء مشان بتصلح الماكينات في حال انه خربت روبوت، فورا بيتصلح. هلا هي كمان ماكينة تصليح ولكن مصغرة، ممكن انت تحطها بهناك بهالمكان مشان تصلح لك مرة تانية. المهم بس يعني انا حطيت الموارد على الفاضي، بس اتس اوكي. طبعا في عندي هاي الماكينة، خلينا نروح نشغلها. لو روح جيبي لي حديد. تمام، والله فهمان انا كل اشي. طبعا خلينا نشغل التسريع. راح احط كمان بلاطة للحديد، هاي للحديد هون، تمام. طبعا هاي اجت ركبت. هلا بدي اروح ابلش اركب قبل الطاقه، بدي اركب الماكينات حتى اشوف هاي ماكينه تصنيع المازوت او الوقود او الماكينات. المهم هاي الماكينه الثانيه بدي اياها. جاست ليف، اتركها فقط، افقد المبنى الجاهز. طبعا هون في عندي مشكلة، طلعت أحد الروبوتات عم يبني إشي فما زبط، فرح نقول له حاول إنه تصلحه بالضبط وما بعرف شو بالضبط، بس ولكن في عندي مشكلة. طيب هاي بنينا هاي أول إشي. هلق بدي بعد ما بنيتهم لازم نبني محطة أكسجين كمان. طبعا هي محطة أكسجين، هي محطة تصنيع الوقود، هي محطة استخراج المي. طبعا استخراج المي ما بتقدر حتى تعطيه للوقود، الوقود تطلع الوقود، تمام؟ هيك يعني دوخة، شوفوا، لانه بده مي وكهرباء. تمام، هلا نحن جهزنا الاساسيات. هلا بدنا نبلش. طبعا هسه بدي احط محطات مستودعات للاكسجين ومستودعات للمي، بس هلا طول بالكم، خلينا نحط لها محطات عشان الطاقه الكهربائيه. انا نحط هون المحطه الكهربائيه، هون راح اعملها. شوف، الالواح الشمسيه هي ارخص، بس ولكن اسمها الواح شمسيه، تعرفوا انتم ايش يعني، يعني بالنهار ما راح تقدر تشتغل. طبعا في نقطة جدا مهمة، انه اذا حطيت الشغلات جنب بعض ما تحتاج لانك تمدد شرطان، هي لحاله يمدد لك شرطان فيما بعضها، اما اذا كان في مسافة بينتها فتحتاج انت شرطان. هاي نقطة جدا مهمة لازم تنتبهوا لها كمان. خلينا نحطهم بطارية. طبعا حطيت انا هلا 4 تاورز، هدول 4 بيشتغلوا بيجيبوا كهرباء، و4 طاقة شمسية. هلا بنجيب الشريط هذا من هون، بنمد اول اشي من هونيك، تمام؟ شفتوا مد؟ شوفوا بس وصلت له لهون، وصل له لهون مباشر. هلق لازم نحن بنمد لهون كمان هيك، تمام؟ هلا كمان شفتوا وصل هون، شغل كل اشي. خلاص يا اخي، حاش طلع البرنامج التعليمي. حلو، هلا خلصنا. هلا تقريبا بدك تقول الاشياء الاساسيه عم نشتغل عليها جاهزين. هلا هون عم بيقول لي لازم تربط الانابيب ببعضها او تسوي شبكه انابيب.
قبل ما اسوي شبكه الانابيب لازم انا طب خليني اول شيء احط المخازن محل ما يتامل الاكسجين، محل ما راح يتامل الاكسجين والمي. طبعا شلون انا بفتلها بحرف الار، بتقدر تفتل اللي بدك اياه تعمله. طيب حلو، هذا هون التاور الاول. طبعا هدول في شغله مهمه جدا، هدول ما بيحتاجوا لكهرباء او اي عنصر طاقه، تمام؟ يعني قد حدا يحتاج انه يسوي. وحرف الار الكيو والاي بيفتل لك العمود هيك، نخبص هاي هون والله من مد هاي لهون هيك، تمام. هلا بنجيب هاي من هون، حلو. هلا ضل بدنا هون، يا اخي على البرنامج التعليمي مش قد طوش راسي. هلا هون ضل خلاص، والله بعرف، والله بعرف لازم انا والله ضل بدنا نعمل اشي هون واحد بس. هو المشكلة هو انه يابا نحط وحدة كان خلصت القضية، بس لازم تحط اثنين، يعني بس حطيت اثنين تيشتغل الربط بينها، طب ما حطيت اثنين ما بيشتغل الربط. طيب حلو، هلا تقريبا تقدر تقول، بس خليني احط الموسيقى لان صوتها شوية عالي. تقدر تقول حاليا لحد الان نحن امورنا لوز، يعني الاول اليوم الاول، يعني كل يوم اول هو دائما هيك يكون فيه مشاكل عادي. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي مكان بدك تستخرج منه الحديد بس، ولكن استخراج الحديد ما بيكون عبر ماكينات، عبر الروبوتات، اما لازم نجيب بشر وتحطهم وبيشتغلوا، والبشر هون ما بيشتغلوا الا بده يكون بتحط الماكينه ضمن نطاق الغلاف، راح نحكي لكم عليها بالفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس هلا خلينا بس نطلق الصاروخ، واهم شيء انا وين مواصله، انا وين مواصله. طبعا انا انجبرت اسوي هالتوصيله كلياتها بشان اوصل هدول، وهدول هلق ما توصلوا لعم يضربك. واخيرا تم التوصيل، واخيرا تم توصيلهم كلهم بنجاح. ضل بس بدنا نشوف حل مشكله الطاقه. شو هذا حديد كل هالشيء ما شاء الله. وكان طبعا انا نسيت احط هون ماكينه مشان تبلش طلع لي الاسمنت اللي هي، ولازم نوصلها بالكهرباء. هيك تمام. طيب حلو، طبعا هون بعد ما تحطها لازم تسوي مثل مكب للحجر، تمام. انا بحط صغير معش قديد. ريسيرش كومبليت. تمام هلا بدنا ندخل على قائمة السيرش، هي دايما انت بتكون لازم دايما عم بتشغلها. طبعا هلا في هذا التاور لازم نبلش ننشره، لان التاورات بيساعدوا على الروبوتات يمشوا في حال نطار الصاروخ. هلا احنا هون نقدر نشوف شاد في عنا انتاجية من البرودكشن، عنا 12 المستودع شاد صار فيه الصاروخ، صار فيه 26 تقريبا، ضل 25 بيطير الصاروخ وكون امورنا لوز. بس قبل ما نطير الصاروخ لازم نبني التاورات في حال انه طار الصاروخ نقدر نتحكم بالروبوتات، لانه الروبوتات صير بدهم يتحكموا بطريقة يدوية إذا طار الصاروخ وما تحكم، ما حطينا تورات بيناتهم. شفت شنو تحسون هيك انتفضوا من العمل الجماعي. وين هذي التون استكشفته؟ هذا وين؟ طبعا هاي القاعدة بتساعد انه تصنع 40 طاقة كهربائية، بس مواردها شوي غالية، يعني بولي مار تاخذ 25 الكترونيك 10، فيعني شوي تعتبر غالية، فلهذا السبب. طبعا هلا انا عندي اللي عم بيقول لي انه المواد البناء ما موجودة، كله جاهز بس مواد البناء النقص عنا. بما انه اشتغل هذا فراح يكون عنا مواد بناء جدا كثيرا حاليا، بس خلينا نبني نكتر قواعد لانه نحتاج لها بشكل جدا كبير. ما هو ضروري الحظ، هذا الحديد مو ضروري، هاي البوليمر
هنا الالكترونيك، وهات واحدة تاني الكترونيك. طبعا انا راح اعتمد على شيء واحد مهم جدا، واللي هو ان اطير الصاروخ ورجع نزله في نفس المكان، لانه ما بدي اخرب وما بدي اكبر الارض كتير، عرفت شنو؟ طبعا هاي هلا هاي القاعدة الموجودة بايدي هاي مشان نحتفظ فيها المواد النفطية بعد ما تطلع من القواعد. طبعا هو صار يقول لي انه لازم تطلع تبني القاعدة او البيس حتى تبني يجوا عليه شنو هذا الكون بيجي عليه الناجين. تمام، فرح افرجيكم انا شلون ابنيه، بس طبعا ما راح اطلب هلا ناجين لانه موضوع الناجين. شوفوا راح ابنيه هون ليش؟ لانه في عندك المبنى الحديدي هون وهي قريبة، بس لا هون كتير بعيد. او خليني طبعا لو بدي قبة هون وبدي قبة هون. طيب خلينا نحط هون قبة، ناخذ هاي اشرف لنا اقرب اكبر، ناخذ هاي كمان بنحطها هون، وبعدين بنوصلهم من هون لهون على بعض، ونوصل من هون لهون على بعض. تمام، طبعا انا حطيت القاعدتين هلا بالوقت الحالي بس مشان اورجيكم شلون لازم تبنوا. طبعا هون عبالي في هون شيء لازم تلاقي تروح تجيبه. بس هاي المركبة انا ما اشتريتها، هلا بدي اروح اشتريها اجيبها. تقريبا الصاروخ ضل بده 4 يجهز. طبعا بما هو يجهز انا راح ابلش اطلق او اطلب صاروخ تاني، بس قبل ما نطلب صاروخ تاني خلينا نحطهم بطاريات، لانه هلا صار عنا انتاج من الطاقة كتير ممتاز. طبعا ما في غير الوحيد البطاريات الوحيدة تقدر تحفظ لك الطاقة، ما في اي اشي تاني يقدر يحفظ لك الطاقة غير هيك، يعني بحاسة دورت ما في. عجوز انتو تلاقوا شي تاني. واهم شيء مثل ما قلت لكم بينا لازم يكون ملاصق بعضه حتى ما تتعذب حالك بالشرطان وتضل تمدد. خلاص انا اشوف هاي ما بنيت هول لانه هون بعدين بدي استفيد منها، ففورا بنيت بعيد واخذت له شريط حطيت له هنيك خالصين، وبعدين من هنيك استورد لهنيك. هذا المعمل يعني بدي يضل هيك جانبي على طول، وبعدين هلا بس خلص شغل هون بس فضل منطقة، لان هون شوفوا كل منطقة موجود فيها تقريبا 1000 كمية مثلا نفرض. تمام، هون مثلا هاي فيها هلا تقريبا 1120، هلا صار تقريبا تقول راح 40، يعني شغلت نص ساعة كمان بتكون خالصة المنطقة. فالماكينة راح افككها فاوصل المنطقتين في مع بعضهم هدول الاثنين. تمام، وهون في عندي مختبر تصنيع الحديد، وهون مختبر تصنيع، وهون كمان نفس الاشي. فهدول القواعد راح نترككم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية نحكي لكم عليها. والصاروخ هلا صار جاهز للاطلاق وتم تفريغه. طبعا انتوا ركزوا هون على الارقام لازم تتفرغ، بس ممكن انه صار معكم مصاري تشحنوها مع الصاروخ تبعتوها على كوكب الارض وترجع. تمام، فراح نطيره. طبعا هو الصاروخ بيطول لبين ما يوصل للارض، وبس وصل للارض يحتاج وقت لحتى يشحن ويرجع. بس نحن رح نطلب صاروخ ثاني نجيبه، هون رح اشرح لكم اياه هون بالصور. شوف انا عندي هون 5 صاروخ، حموله الصاروخ 70 طن، الميزانيه الموجوده عندي حاليا 27 مليار و350 مليون. تمام، عندي 4 صواريخ. طبعا هون عندك الخيار هذا بس طلبته تطلب ناس بتجي لعندك، اللي هن يشوفوا عندك واحد مهندس، عندك واحد مكتبي او هيك اداري. هذا لا اختصاص، هذا لا اختصاص، لا اختصاص، هذا نباتي، هذا جيولوجي، هذا لا اختصاص، هذا مهندس. بس يعني الاغلبيه ناس عاديين جدا، هدول بيجوا مثل ما تعتبروا انه هدول فئران تجارب. صراحة يعتبروا هدول فئران تجارب، بيجوا بينزتوا بالكوكب، اذا عاشوا بيجوا الطبقة المهمة من البشر تجي على الكوكب. المهم، فرح نترك هذا الخيار بعدين نعمل عليه. رح نطلب على صاروخ يجي لعنا. طبعا اول مركبة رح اجيبها اللي هي مركبة الاستكشاف، لان اقول لك ترك مكتبة الاستكشاف، او خلينا نجيب لنا واحدة. لك مبدأ مركبة استكشاف. رح نجيب مركبة تانية مشان نقل الموارد. هي عندي واحدة ما بتلزمني. هلا خلينا نجيب من هدول اثنين كمان مشان صار عندي، او خلينا نكملهم لل 20 7. تمام، هلا موارد بناء ما عاد احتاج، صار عندي كثير. وحديد ملك بهميته اساسا، بس سويت جبت شحنه ناس خالصين. رح ركز على البوليمر وعلى الماكينه والالكترونيك، هدول ثلاث عناصر اهم شيء. طبعا في عنصر جدا مهم انا تذكرته، لازم نركز على جلب المي. تمام، هذا عنصر جدا 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 مهم، يعني كلفني 200 مليون، لان هاي الماكينات انا بدي احاول اني ابني 20 وحده بيصنعوا مي، لانه او يستخرجوا المي من الصخر، لانه بالمنطقه اللي احنا موجودين فيها لحد الان ما استكشفت ولا بئر، فراح يكون صعب. حتى لو استكشفت بئر راح يكون استكشافه راح لازم نبني جنبه وحده سكنيه ولحتى نقدر نستخرج المي، فالموضوع شوي معقد. فلازم نركز على هذا العنصر واللي هو اسمه فابوراتور
المهم هذا اسمه، تمام، اسمه طويل يخرب الديار أطول من حياتي. طبعا هون في عندك هاي الماكينة اللي هنطلبها بالصواريخ بعد ما نطلب البشر، نطلب هذا الصاروخ. هاي ماكينة بتساعدنا بتطوير المواد الكيميائية أو استخرج للبوليمر. هاي بتطلع لي قطع الماكينة هون، هاي تعطيني طاقة كهربائية. أساسا احنا عنا إياها، ما بدنا بحاجة لهالموضوع هاد، بس هاي الماكينة الوحيدة اللي أنا طلبتها. وضل عندي طونين فرح أكمل البضاعة من هدول. فأخذنا بوليمر، البوليمر هو أكثر عنصر مستهلك بالمواد حاليا، مواد هاي وهي ما كتير مطلوبة، ونقلنه لانش، تمام. هلا نحن هنستنى الصاروخ، شوفوا هلو، شوفوا شلون الروبوتات وقفت. بس لأن أنا بنيت ثورات أبراج مرقبة، فتم السيطرة على العمل بشكل كامل، وهذا الشخص موجود هون بالنص عم بيمشي الشغل كلياته تقريبا، تقدر تقول هذا الاشي. يعني هلا بقدر اقول له امشي شوي لفوق مشان يغطي المخازن، وهي يعني بصير بيغطي هدول الاثنين، او خلينا نشتغل على الطاقة هلا اهم من هدول الاثنين، او هون نخليه هذا هون، بس خلي هذا بس خلي ضل مغطي هديك، ولا ما زبطت. يلا نيسة بعدين نادين احنا بنظبطها ان شاء الله. رح نتركها هلا هون نوقف، وان شاء الله هنرجع فيديو جديد وحلقة جديدة الاسبوع الجاي او بكرة، ما بعرف امتى رح اصور الحلقة الثانية. انه بس كنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، استنانا كل يوم فيديو جديد حلقة جديدة الساعة 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. وهي سيف، وخلينا نسميها يوتيوب. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.